مساء الخير، مساء الرسائل الحلوة، وأهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم رسائل. أهلا بيك يا علي. أهلا بيك يا دعاء، ومساء الخير على السادة المشاهدين، وأهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم رسائل. النهاردة إن شاء الله نتمنى الحلقة تعجبكم، وطبعا زي أي حلقة معودينكم يكون فيها جزئين. الجزء الأول هنتكلم فيه عن جحود الأبناء على والمعاملة بتاعتهم، والجزء الثاني معنا حاجة مميزة جدا هنخليها مفاجأة يا دعاء إن شاء الله. مفاجأة جميلة جدا إن شاء الله بإذن الله. خليني الأول أبدأ بمقولة بقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الجملة دي عنوان حلقتنا النهاردة، الصدق الله العظيم، الجملة دي عنوان حلقتنا النهاردة. هنتكلم فيها عن معاملة الوالدين، ازاي نعملهم كويس زي ما ربنا قال، نعملهم معاملة كويسة ونتحهم في كل شيء إلا في الشرك به. لو قالوا لنا نشرك بالله نرفض تماما ونعملهم برضو معاملة كويسة. معانا تقارير دعاء كتير جدا. خلينا نقول بس يا علي الأول إن حقيقي مصيبة من المصايب إن الإنسان ما يكونش حاسس بنعمة إن أهله حواليه ومعاه، لأن دي أعظم وأكبر نعمة ممكن ربنا يرزقها الإنسان، وما بيحسش بقيمة النعمة دي غير لو حد فاقد حد من أهله. ساعتها بس بيحس يعني إيه كسرة، يعني إيه حزن، يعني إيه حرمان، وبيبدأ يحس فعلا بقيمة النعمة دي. فتبقى مصيبة كبيرة جدا لما يبقى الابن جاحد ويبدأ يأذي حد من أهله، وهم ناس كبيرة في السن مش قادرين يدافعوا عن نفسهم، مش قادرين يقولوا له أنت ليه بتعمل كده. وده للأسف اللي معانا النهاردة. وخلونا نشوف التقرير بتاع الحاج محمد مطاوع ونرجع نعلق عليه. بستغيث بالريس السيسي وبنائب العام بان ابني الكبير في البيت مبهدلني ومبهدل الست بتاعتك، واحنا كبار في السن ومبهدلنا، وهو الحريم بتاعه ومرات اخوه سلطهم عليها، الحريم بتاعه ومرات اخوه، وجاب بلطجيه في البيت ضرب ابني في البيت ومبهدلني، وانا بستغيث بكم يا ريس نائب العام. وبعدين انا مش غادر عليهم، انا راجل يعني، والراجل والست بتاعتي ناس كبار في السن مش قادرين نعمل حاجه، فانا بستغيث بك تغيثني باي حاجه، لان هم جاب بلطجيه وبهدلونا في البيت وضربوا ابني ومسلط عليها الحريم في الراحه والجايه، مبهدليني وبرموا عليها كزرات واشتموني ومبهدلين الدنيا، وشكرا يا ريس. بعد ما شفتوا التقرير ده يعني نقول ايه لما يكون الابن بالشكل ده، لما يكون الاب يطلع يتكلم بالوجع ده وبالحزن ده ان ابنه بيأذيه وبيعامله المعاملة السيئة دي، يعني فاضل ايه في الدنيا؟ وهل انت كابن اهلك تعبوا فيك وربوك وعلموك ولحد ما كبرت وبقيت اقوى منهم وبتأذيهم، هل انت مفكر ان ربنا هيبارك لك في الدنيا او في الآخرة؟ خلينا يا علي طيب ناخد خلينا ناخد الاتصال ونشوف ايه القصه دي ونشوف ايه الموضوع ده اكتر. معانا ابن الحاج محمد. استاذ علي معانا؟ الو استاذ علي معانا. عليكم السلام. وعليكم السلام، اهلا بيك يا استاذ علي. سامعين حضرتك. اتفضل. طبعا تحياتي لحضرتك، كل تحياتي لك في الكبير على الاستجابه السريعه. ده واجب علينا يا استاذ علي، عايزين نعرف من حضرتك ليه اخو حضرتك بيتعامل كده مع اهله. والله يا استاذ انا نفسي مش عارف. ده الكلام ده من زمان، التوافق من زمان من غير اي اسباب. ده اب وده ابن، ما تستناش من ابوك ان هو مثلا انت عايز من ابوك ايه، والاب عايز من الاب عايز من ابنه ايه. الكلمه السريره المعامله الحسنه. وانت ما تجيبش الاب بعد ما تيجي بعد ما رباك وبريدك ايه المبرر في اللي هو بيعمله ده؟ يعني ليه بيتصرف كده مع والدك ووالدتك؟ نعم، ليه بيتصرف كده مع والدك ووالدتك؟ اكيد في سبب، يعني اكيد في سبب هو بيعمل كده. بس هو غير متخيل من غير اي اسباب. هي لما تقول لي حريم مثلا، انا هم اثنين اخوات والحريم قرايب، مفيش حد في العيله. استاذ علي سامعني؟
طب مفيش حد في العيله بيقف ليه؟ مفيش حد بيقدر يقول له اللي انت بتعمله ده غلط؟ وانت كاخ ليه يعني اقف له يعني اخ ليه؟ الناس كلها رابطه وعمليه قاعده من سنتين وفي قاعده عرفيه صغيره قاعده عرفيه مر على كده ان هي تسجل مع الاب والام بادب واحترام ويراعوه. طب ما تفصله يعني تمام افصله يعني خليه يقعد في مكان تاني وانتوا في مكان تاني يعني ما يخليهوش ما يتعايشوش معاه. طيب طب احنا بنشكرك جدا يا استاذ علي ويعني حقيقي بجد شخص الشيطان مسيطر عليه. خليني اقول لك اني طب يعني انا كشخص مثلا او اي ولد بيبقى في مشاكل ما بينه وبين الاهل ده طبيعي لان الحياه لازم يكون فيها مشاكل مهما كان بس يعني. ان الموضوع يوصل للي حصل ده او يضربهم او يشتمهم انت كده عملت يعني غلط هتتحاسب عليه طول عمرك. انا عايز اقول لك حاجه كمان يا علي يعني من الاخبار ومن الحاجات الحزينه جدا جدا اللي انا شفتها خلال الاسبوع ده ان شاب مغترب والدته توفت وللاسف ما عرفش ان هو يرجع يحضر العزاء. معانا صوره لو بس تعرضوها لنا يا ريت الكنترول يعني حاجه توجع القلب ان يبقى ابن مش قادر يحضر عزاء والدته وقد ايه هو يعني متدمر نفسيا وفي الجانب الاخر نشوف ابن زي ما هو النموذج ما هو ده. هي الحياه كده ما هو لو ما فيش الجانب السيء مش هنعرف ان في جانب الكويس فهو لازم نكون شايفين الوحش وشايفين الحلو عشان نقدر قيمه الحاجه الكويسه. وفي حاجه كمان عايز اقولها كل واحد مننا سواء ولد او بنت مش بيحس بقيمه طب مش بيحس ب... طب الصوره معانا على الهواء اتعرض الصوره معانا على الهواء اهي الصوره اهي طيب اوكي زي ما انتوا شايفين حاجه توجع القلب جدا حاجه توجع القلب جدا فعلا يا دعاء يعني بس هو الموضوع احنا لازم نشوف الجانب الوحش والجانب الكويس عشان نقدر نفرق ما بين الحاجه الكويسه والحاجه الوحشه. كمان المشاكل اللي بتحصل ما بين الاهل دي مشاكل طبيعيه جدا ما بين اي ولد او بنت واهلها بس يا ريت ما توصلش بالشكل اللي احنا شايفينه او اللي احنا التقرير اللي عرض ده يا ريت يعني اتمنى يعني اخر كلمه بس عايزين نقولها لابن الاستاذ محمد مطاوع ان حقيقي اوعى تفكر ان ربنا هيبارك لك لا في الدنيا ولا في الاخره فيا ريت ترجع تراجع نفسك تاني وتصلح اللي انت بتعمله ده علشان عمرك ما هتخش الجنه غير برضا اهلك عليك. وانا كواحد يعني ممكن اقول رايي في الموضوع ده ونصيحه حاولوا تفصلوا يعني خلاص خليه يعيش في مكان تاني وهو وانتوا عايشوا في مكان تاني تجنبا للمشاكل يعني ونتمنى ان رسالتك توصل يعني. طيب خلينا بقى ناخد الجزء التاني الجزء الجميل من الحلقه. بنوته جميله جدا قويه ناجحه حاجه جميله جدا اول موديل من ذوي الاحتياجات الخاصه حاجه جميله جدا. خلينا نشوف صورها وتقرير صغير جميل كده جدا ليها ونرجع نستقبل ساره محمد.